ما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تفردها وإنجازاتها في مجال الفضاء، وذلك بإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عن اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي، سيقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية. فكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على تويتر وقال: نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأمريكية ناسا التي تنطلق ربيع 2023، مهمة تضع الإمارات الدولة 11 عالمياً التي ترسل روادها في مهمة طويلة الأمد للفضاء، خطوة نوعية طموحة تجسد قدرات أبنائنا وإمكانياتهم. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي علق أيضا على الأمر وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، تم اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل بإذن الله. شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة. رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سيقضي 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ليجري خلالها العديد من التجارب العلمية المتقدمة، وذلك ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء. وبعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة أكسيوم سبيس الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة، مهمة سلطان النيادي حصدت عدداً من التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، فلنتابع الآن أبرز هذه التعليقات والتغريدات. والبداية مع أبو خالد حيث كتب عبر تويتر: بالتأكيد ستكون مهمة صعبة للغاية، أتمنى أن يوافقه الله فيها ويعود بخبرة كبيرة تفيد بلادنا الحبيبة. بينما قال عمار: من بغداد أحدثكم، ولا نفتخر بدولة الإمارات والشعب الإماراتي والإنجازات التي تحققها دولتكم. أما أحمد فغرد وقال: شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء حيث مكان ومكانة دولة الإمارات. وفي نهاية قصتنا نتمنى التوفيق لرائد الفضاء سلطان النيادي ومزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات في مجال الفضاء الخارجي.